تلاميذ آخر زمن، تفضلوا. ألتين طلع اللوح. أنا مش عامل شيء أستاذ. شو يطلع فل على راسي؟ أبو ساكو ليش أنت بيرجف هيك؟ ليه ما في ضحية؟ قرب. أرتين جلده بيحمل. يلا. ضروري يطلع جلده يعني؟ أرتين طب خرج بيير من الصف. شو عم تخبرنا خبرية جديدة أستاذ؟ هو الأستاذ كل أخباره بيتي. لا قصده بيتي يعني مش طازة الخبرية. لا 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 مش طازة لا 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 دي تبقى مديرها بالصحة. بديك تزيد كلمة على هالجملة. يا عيب شو ما عليك يا أستاذ؟ أنا بدي زيد وراك كلمة؟ نو نو شو 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 بيقولوا يا عيب شو منك مش عليك؟ هيك في فرق كبير بالمعنى. أبو فوزي الأدب العربي عويس. لو تشوف الكمبيوتر. هي الكلمة بدك تزيدها قلتين بدها تفرجينا حالة بيير كيف كان ظاهر من الصف. كان حالته حال استاذ وخاطره مكسور كان بيلوي القلب. شو معلم مارتين؟ معلم مارتين شو؟ استاذ انا ما بدي بسود وجهك بس ما في جواب.
ما في جواب؟ شد طيب ارجع لمحلك. مين بيعرف؟ أنا. أطلع على اللوح استانز. لا يا سينو بمحلك. استاذ خرج مكسور الخاطر شنو انت قلعته. هيدي كلمه واحده يا سينو. ايه ده؟ ايه اللي بيقولوا ده؟ دي رباعيات الخيام. يعني انا جاوبت غلط استاذ؟ حاجه ادرك يا سينو، انت مش ممكن تغلط. وما يغلطش ليه؟ الله، ده هو الغلطه الوحيده اللي في الصف. يا سينا نشتاين عصره يا جماعة. ممكن تشرح لنا بالظبط شو بدك يا استاذ؟ سلامتك ابو فوزي، بس انت ما تعصب، بكفي الليلة منكمل بكرة. ليش زعلت استاذ؟ عمله يرضى. يلا شباب يلا بكفي السهرة. يلا 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 يلا. اماليا؟ قولي لبيان انه انا بعتذر منه، مش قصدي اني اجرح. شو يا عمدة؟ مش ناوي تسرب الليلة؟ أنا عايزك في موضوع خطير جدا. خير؟ لا ما أحبش أتكلم هنا. لا 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 لا، هنا مكان مش مناسب. أنا وأنت نروح في حتة نتكلم على هدوء في الموضوع كله. فاضي الصف. شو الموضوع الخطير اللي بدك تقوله؟ أنا واقع في موضوع خطير جداً وعاوزك أنت اللي تحله. ليش عطلت صوتك عبدة؟ لا الطاولات لها ودان. طيب على كل حال إذا بقدر ما بقصر. حصل تلاعب في الانتخابات لصالح الست عليا، وأنا والجماعة اللي في الأوتيل متورطين في الحكاية دي. شو عاملين عصابة من ورا ظهري؟ لا 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 عصابة ولا حاجة، بس الموضوع يعني. أي موضوع؟ الخواجة نعيم أخذ خبر بهالقصة؟ نوت يت، لسه. مش لازم يعرف، على فكرة هيدا الزلمة أنا ما حبيته أبدا. أيوه مش حكاية حب وكر، الست عالية لما عرفت الموضوع رصها وألف سيف تقول الخواجة نعيم، بس لو قلت له بقى هتبقى العملية في الباي باي. ما في مشكلة ولا شيء، انت مضخم الموضوع اكتر ما بيستاهل. اضخم ايه وارفع ايه؟ بقول لك العملية لو اتكشفت كلنا هنروح في 60 دقيقة، هنروح في شربة مية. في دليل على التزوير؟ ما افتكرش. خلاص محلولة. محلولة ازاي؟ مدام عليا هتعترف والاعتراف سيد الأدلة. احكي لي بالتفصيل الممل. اسمع يا سيدي. الو؟ اي نعم، كل شيء تم مثل ما امرت. بدي هنيكي على الطريقة الذكية اللي تصرفتي فيها. ميرسي، مهم تكونوا راضين عني. بهاليومين انتظري تعليمات جديدة. اوكي بس بالنسبة لنعيم شو بعمل؟ خليكي مثل ما انت بالوقت الحاضر. اوكي. لك بس بدي افهم شو يلي محببك فيه؟ شو بك يا سي نقصني؟ شو في؟
ليش سهراني لهلا؟ عندي شوي شغل عم خلصهم. الله يقويكي. بتحبي يجيب لك شيء تتسلي؟ لا ميرسي. ميرسي يلا تصبح على خير لك. شو تصبحي على خير؟ هلا بدك تنام مع الدجاجات؟ وينك وين الجاجات؟ الجاجات ناموا من بكير. يلا بتكون عوض وماجد بعد لهلا ما اجوا. عوض وماجد ابصر وين سهرانين. بعدين هدول جماعة ما عندهم لا شغلة ولا عملة ولا عندهم وظيفة مثل حكايتي. بدهم يفيقوا بكير، جايين يصيفوا. مدلين بعدك هون؟ ناطرتك. خير في شي؟ ما شفتك عبكرة، وين كنت؟ كنت مشغول شوي. لدرجة انك ما تشوفني. ما كنت عرفتك ايه سهلت. ما تكبري المسألة أكثر من تستاهل. شو عاملة ليلى؟ ماشي رايحة على البيت. برافقك؟ ليه ما بتيجي بتسهر عنا؟ شو؟ ما سمعت تعليقاتهم بالصف؟ إذا بروح بسهر عندكم أكيد راح يقولوا في شي بيناتهم. ما تخاف، أماليا بالبيت. وسنوبي؟ سنوبي نزل على بيروت، يمكن نمت خالته. هيدا سبب تاني بيمنعني إني أجي أسهر عندكم. ما تنسي انه نحن عايشين بضيعة، اثنين بنات لوحدهم بالبيت. مسعود في اسألك سؤال بس بتمنى عليك تجاوبني بصراحة. حسب. حسب شو؟ مرات الانسان بيحتفظ ببعض الاسرار لنفسه. لهالدرجة زعلان مني؟ انا مش زعلان منك، بالعكس انا عبعيد كلامك. مسعود ما تخلي الافكار تاخدك وتجيبك، ما في شيء من اللي عم يخطر عبالك. عبالي اشياء كثيره، بس دايما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ليش عم تقول هيك؟ خلي ليش لبعدين. مرات الواحد بيضطر يعمل اشياء غصب عنه. مسعود كلامك بخوفني. يمسيكي بالخير يا ست الكل. يا اهلا يا اهلا بابو فوزي، كنت ناطرتك على نار. هيدي اول سماعيه بسمعها، مديون وناطر يدفع دينه على نار. شو بك يا عيني؟ مشاوب كثير. قولي نار جهنم احمي. ابو فوزي؟ نعم. ليه بقعدت لهونيك؟ يعني هيك اضمن واحسن، لأنه ما بتعرفي شو ممكن يصير، شو ممكن يحصل إذا كان اجتمع شاب مثلي وصبية مثلي. معقول؟ أنت بعدك؟ ولو اللي مثلي بعد ما تجوزوا. ومثل ما بتعرفي التين كل ما عطق كل ما جوهر. هلا أنت عندك تين؟ قد ما بدك إيدك ومطاطع. هاي وصلنا على البيت وما قلتيلي شو في بيناتكم. يعني عم قلك وانت ما عم تصدقني. حسسني قلبي انك مخبية عني شي. يعني ليه عم تضخم الامور؟ بعدين كل شي بوقته حلو. على كل حال انا بقدر اعرف بطريقتي الخاصة. مسعود تصبحي على خير. كانت ساعة نحس وقت اللي شغلتك عندي يا فهيم الزفت. ازيك ابو فوزي؟ اهلا اهلا بالعمده. اهلا، شو مبهن العمده وماجد مع بعض هون؟ لا انا كنت اسالك نفس السؤال. الله يشبك، انت اليوم ما انت على بعضك شايفك. حرام ابو فوزي، كان مفكر انه بعد عنده تين. وبعدين طلعت سلتها بلا تين. عن اذنكم. مع سلامه ابو فوز. وانا كمان عن اذنك. تفضلي، مع السلامه. وده ماجد الراجل ابو فوزي ده كان بيهبب ايه هنا؟ ما انت سامعه جاي جايب لها سله تين. البت دي مش سهله، لا دي وراها حاجه. البت دي مش سهله، جواها ضلمه يا عمده. ولا حاجه ولا شيء، دي تحصلها شرده من الفقر في بلدها. لا 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 لا، دي وراها بيج ستوري، عاوز اعرفها. عندك دليل يا عمده؟ مش حكايه دليل. طب هقول لك في دليل. الحبر اللي عملنا بيه البطاقات بتاعت الانتخابات
كانت جايبان مين؟ لا 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 البنت دي مش سهلة مش سهلة. لا ما تكون عضوة في مافيا وعصابة؟ مش حكاية مافيا وعصابة، لا اللي تفتكره حمار يطلع بردعة، واللي تفتكره بردعة يطلع حمار. بالذهب له شلشل عني، بالحديد له كلبج عني، بالذهب له شلشل عني، بالحديد له كلبج عني، وسكابايا مو على عيني، سكابا تعي وحدي ما تجيبي حداب. مرحبا معلم ابو فوزي. اهلا بالشيخ نجيب. شو طالع بالك عناب؟ اخ من بعد اللي صار معي امبارح ما بقى طالع على بالي شيء بنوب. خير ان شاء الله، شو صار؟ لك خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. هالقد؟ المهم شو اخبار الخواجه؟ بدك المزبوط؟ الخواجه اليوم غير الخواجه امبارح. مليح طوع ومرق. المحتم زبط لك شبوبيته على اخر طرز وصريح. لوين؟ عند السنيورة الروسية نتاشا. الظاهر بعده طالع على بلدتين من امبارح. انا ما شفتش حامل بايده سلتين. ان شاء الله ما تكون تينته مفطومة كمان. الو، اهلا، مين طالبه؟ نعم فهيم، مين طالبه؟ اهلا اهلا وسهلا بالخباجة هشام، كيفك حبيب قلبي؟ لك شو بهالسرعة؟ لك شو عم تحكي يا زلمة؟ معك حق، هيك قضايا ما بينسكت عنا ابدا، معك حق. شو؟ صرت حد الاوتيل؟ لا 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 لا، ما تجي ما تجي لعندي على المحل، لا ما تجي، ما بدي اقتبل انا وياك بالمحل. يا اخي عندي اسباب الخاصة، انا بقول لك تروح دغري على المدرسه وتسال عن الاستاذه عليا، هي المديره هونيك وما بيكون عندك مشكله. دغري دروب الحديد هو حامي. لك حبيب قلبي برجع بشوفك انا. الله معك خاطرك. اهلا، اجيك اللي ما بينساك يا استاذي مدلان. صباح الخير. يلا يلا فرقنا بعد ما فتحنا، رجع بعد ساعة، يلا روح. انت صاحب المحل؟ شو بخصك اذا كنت صاحب المحل ولا لا؟ روح فرقنا، يلا رجع بعد ساعة، خلصني منك. جاوب على قد السؤال اذا ممكن. فيني اعرف مين حضرتك بالاول؟ حسام اسعد. تفتش ضرايب. شو ضرايب؟ اهلا وسهلا فيك حبيب قلبي، تفضل. لا تؤاخذني، تفضل، اهلا وسهلا فيك، المحل محلك. بعتقد هلا صار فيك تجاوب على كل اسئلتي. طب طبعا استاذ، طبعا. ياسين، ياسين فين راح هذا؟ ياسين. انا هون انا هون اخي ماجد، يسعد لي الصباح. صباحك اسعد يا قمر. دقيقتين وبتكون قهوتك جاهزه. استنى قبل القهوه بدي استخدم الكمبيوتر شويه. ليش انت بتفهم علي؟ امال زيك اواد لطخ. وش بدك منه؟ مستني رساله مهمه على الايميل. بدك تطالع الايمان على الكمبيوتر؟ ليش بتضحك؟ قلت شي بيضحك انا؟ لا لا مو قصدي اضحك عليك والله يا سيدي. لكن ليش عم تضحك؟ على علمي انا ما حكيت نكتب. القصه ما فيها شيخ، اني مستني رساله مهمه حتبعت لي شركه الانتاج وبدي اشوفها وصلت ولا لا. صحيح انك جدي. عم تستنى رسالة من شركة الانتاج وبتجي بدك تطالعها على الكمبيوتر، ليش ما بتنزل على البريد بتستلمها؟ ما هون يا واد رح استلمها من البريد، بس من البريد الالكتروني حقنا. شو الصرعة هي؟ هلا صار في بريد الكتروني؟ ما هو ده الايميل اللي قلت لك عنه. عايش كتير بتشوف كتير دخلك، وهي بتطول كتير لتوصل. بمجرد ما تبعتها تكون وصلت. لحمة شي بيحط العقل بالكف. الله ينجينا لنشوف لوين بدنا نصل بعدين.
شرف اخي ماجد افندي، ورجيني كيف بدك تستلم رسالتك. انا اوريك يا واد كيف استلمها. تفضل. ابعد ابعد من طريقي. شرف. ليش ما خبرتينا على المحل؟ اي محل؟ كنت بالمحل عند فهيم او بالاحرى محلك. مسعود طول بالك، تركني اشرح لك. ما في داعي للشرح، ما الشغلة واضحة مثل عين الشمس. بس من حقي اشرح لك. انا اللي تصرفاتي مش موزوني؟ انا اللي شخصيتي متناقضة يا استاذي مادلين؟ مسعود اتركني دافع عن نفسي على القليلة. بعتذر، بقى في اتحمل مفاجآت. ما توخزوني هشام، شو جايبك لهون؟ تعرفوا بعضكم؟ ولو عز المعرفة، ما مادلين بتكون خطيبتي. نعم أهلين عمدي، صباح النور. ايه ليكو جنبي عم يدق على الكمبيوتر. حاضر، بتأمر عمر. بيقول لك العمدي لا تطلع من الاوتيل قبل ما يشوفك، وهو خمس دقايق وبيكون هون. يا واد يأمر العمدة ويمون. طمني شو صار معك؟ وصلت الرسالة. شو الحكي؟ والله وتحددت في أول مطعم الحفلة في بيروت، وأكبر مطعم في بيروت. ها، ألف مبروك. بس يا خسارة، ما رح بقدر أحضر أول إطلالة إلك على المرسح. يا واد على المطعم مو على المسرح. بدك تغني بالمطعم على صوت الشوك والمعالي. الناس تبقى كده يا سين، ايش اسوي طيب؟ ايه الله يرحمك يا عم كلثوم، كانت لما تغني توقف مصر كلها على رجل وحده. من اللي بيمسك مصر؟ من اللي بيمسك حبيبتي مصر؟ يا سين يا سيدي، بترحم على ايام ام كلثوم. ام كلثوم الله يرحمك يا ام كلثوم، ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. انتوا فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب الله يرحمكم. طول بالك هلا مو وقتها، بارك لهم الاخ ماجد رح يغني باكبر مطاعم بيروت. شنو عالنا عصم تربيه لحتى ينسوا الزباين قيمه الفاتوره. الحين بتتريقوا علي الاثنين انتوا؟ والله العظيم بكره لما انا اصير مشهور تجروا وراي وتاخذوا مني موعد تشوفوني. المعنى؟ انا اقول لك المعنى، اصلا ما حيغني قدام الناس، الناس هتنسجم قوي من صوت النحاسي وهتضربوا بالطوب والأزايز وكل حاجة في ايديهم لغاية ما يموت ويغطوه على الأسعاف ويروح للإنعاش. الفاتحة على روحه. الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي أعرف شو جايبك عالضيعة؟ جيت بسيارتي حبيبتي. لك حبة تطلع لك بلسانك، مني حبيبتك. مقبولة منك يا عسل، مثل ما بقولوا ضرب الحبيب زبيب. لك بيرجع بيقول لي حبيب، مني حبيبتك ولا يوم من الايام رح صير حبيبتك. مش مهم مش مهم، كل عمره الحب بيجي بعد الزواج. وعد ابليس بالجنة. ايه بس حياتي المهم في وعد. ايه حياتي المهم في وعد، ايه على الوعد يا كمون. ليك حبيبتي، بيك هو اللي وعدني وانا بعرفه لبيك، ما بيرجع بكلامه ولو قطعوا له راسه. ليك يا امور، رح اقول لك اياها للمره المليون، الاتفاق اللي بينك وبين بيي انقعه واشرب ميته. مش عيب بنت مثلك خريجه جامعه واضرب واطرح يطلع منها هيك حكي؟ عيب له. ليك هشام، اذا ما بتنزل على بيروت بصير خريج تحبوس. ليك حبيبي، بدك تهدديني هدديني وتموتيني موتيني، بس انا جاي على الضيعه بمهمه ومني رايح الا لخلص. ما فرقيني معي شو جاي تعمل، مهمة تفل من خلقتي ومن طريقي. فل من طريقك؟ ليش انا فيي؟ ولك انا اذا فليت من طريقك بجن. بجن؟ لك انت انسان؟ لك انت انسان بلا كرامه بلا كرامه بلا كرامه. أكيد هلأ بيكون وصل وقعت الكرسي يعني.
ايه يا عيني، ايه بدي اشوف كيفك تتخلصي منه لهشام هلا يا ست مدلين. شو بنيم انت وقاعد؟ اهلا وسهلا بالاستاذ بيرو، اكبر استاذ بالمنطقه. شو بتقصد فيها؟ بقصد بالفهم، بالذكاء، بالمعرفة، بس أكيد 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 مش بالعمر يعني. حسبت. تفضل تفضل، اقعد اشرب فنجان قهوة، تفضل. لك عندي خبرية بتسوى تقلب، بس قبل خبرني شو سمع لي أخبار جديدة؟ الأخبار عندك أستاذ فهيم، مش أنا اللي بقعد ورا البواب وتحت الشبابيك وبشمشي بأخبار من فلان وعلتان. أستاذ بيير، إلي أنا عم بتقول هيك؟ كل حال مسامح لأني بحبك، ومع هيدا وكله رح شربك فنجان قهوة ورح خبرك الخبرية اللي بتسوى تقلى وحياتك. خبرني بالأول وبعدين بشرب القهوة. رح خبرك. اللي بالقبل، كيف علاقتك بالأستاذ مسعود؟ زفت، وصلي معه ل99 منه. فإذا الخبرية رح تعجبك كتير كتير. شوقتني. إلا يا سيدنا، رح خبرك إنه أنا اخترعت لك تفاصيل دقيقة. شو هالمنظر الحلو هيدا؟ جمال، شو هيدا اللي بإيدك؟ هيدي سنين عمري اللي ضاعت. شو حلوة مثل القمر. حلوة وكذابة. حلوة وكذابة يا أغلى أحبابي. أنا ما بحب الكذابين. تيك، وأنا ما بوقع إلا مع الكذابين، بس الحمد لله اكتشفتها باخر لحظة. لوين رايح؟ خليك. بدي الحق كل لقمة، شوف كيف بدي اقضي هالنهار. انت اطيب شاب. انت الصادق، انا اهبل شاب. حلوة وكذابة يا اغلى احبابي. اعطيني الف يلا. واخرت الحكي معك. لازم ترجع معي على بيروت. يا عمي، انت باي لغه بتفهم تفهمك؟ بلغه الحب يا حبي. حبتك حيه يا ابن الناس، هو مركز شغل مش لطق الحنك. فرجيني عرض كتافك. رح فرجيك عرض كتافي هلا، بس رح ارجع لك بعد الظهر، بتكوني فكرت كتير منيح باللي قلت لك اياه. بعدين بيك ناطر تحت، ما بيسوى نطره كتير، ما هيك؟ تشاو. تشاو. مدلين، 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 بك شي؟ لا استاليا، ما بني شي. طيب هذا الشاب اللي كان معك من هو؟ شو قال لك لحتى زعلاني ومنرفزي هالقد؟ هيدا عقدة حياتي. طيب ممكن حبيبتي تشركيني معك، شوف كيف بدي ساعدك، شو بدي اعمل، كيف بدنا نحل هالعقدة؟ الإنسان الوحيد اللي بيقدر يساعدني تركني وما خليني اشرح له. طيب اشرحي لي لأني، ما أنا بساعدك. لا قدس جد، لأنه بحياتي ما شفتها هيك ضايعة وصير لي ومدري كيف. إذا ما شبعت بقول له جيب لك بعدها. لا الحمد لله شبعت، بس بدي بوزة. بوزة؟ بدك بوزة؟ بدك بوزة؟ هلا موضوع على دكان أبو فوزي. يلا قوم هلا ماشي. طيب إذا كنت أنت مستعجل سبقني وأنا بلحقك. ما معي مصاري. قل له أبو فوزي إنه أنا بحاسبه.
انت بتجني والا ما كنت وصلت لهون. جنن انت. يا ترانزستور لوين يا اخي الصحن؟ شو بدك بالهيدا؟ خلاص لهيك الصحن. استاذ ليش كمان مبسوط كل هالقد؟ شو بطن مليان. الكيف تمام. اها مرحبا شباب. اهلا معلم مرعي، كيفك؟ الحمد لله. جميل، جيب له فنجان قهوه لمرعي. قول لك على راسي من فوق. على الطاوله يا حبيبي. قول لك على الطاوله بيامرك. شو هي خالص؟ ما انا بعرف حماتي بعمرها ما حبتني. معلش خيرها بغيرها. هلا قل لي شو الاخبار؟ ما في شيء، حطت ايدك. معلم مرعي عندي سؤال هيك شوي حشري. حشري؟ اتركه لفهيم، هذا شو بدك فيه؟ لا عن جد عندي سؤال محيرني من زمان. الله لا يحير حدا يا رب. هو يعني اغلب النهار بشوفك قاعد بالقهوه وبالليل بالصف، امتى بتروح على الشغل؟ الحقيقه انا ما بروح، ناطره هو يجي لعندي. ما فهمت. ولا انا، صار لي اكثر من 20 سنه ناطره يجي لعندي وبعد ما اجى. ليش انت شو شغلتك بالاساس؟ بالاساس انت معلم مرعي، شو شغلتك بالاساس؟ بالاساس ما عم قلك بالاساس. انت ما فهمت علي، انا اهم معلم بطون بهالمنطقه يعني بالاساس. بس انا بعرف انه معلمين البطون معهم مصاري كتير باللوج. ايام زمان كانت كنت العب بالمصاري لعب، كانت المصاري معي مثل الكشك. شو عدم ابدا؟ مسالتي كلها بتختصر بهالمثل هيدا، المرأة بستان اذا صونتها وشيطان اذا خونتها. كمان انت مصيبتك مرة؟ ايه بس مش حيالله مرة غير شكل يعني. ضليت حبة وهي تسحب مني مصاري، حبة وتسحب مصاري لحتى اللي جوزوها. مين اللي جوزوها؟ هني جوزوها. مين هني؟ خلي هني يقولوا لك، انا بدي اقول لك. هني مين؟ لك شو هيدا شو هيدا؟ لك يا عمي على مالك هلا بصير لك شيء؟ ما تخاف انا قوي. لك شو قوي؟ يلي عم تتبقطوا هيدا لو تبقطوا طيل كان انطرح. لقيم بعدك عريق. لا ما بعدني عريق، اكلت صحن فول ومعجات خضره من عند ابو نبيل وحساب مسعود. ولد بيقولوا الاستاذ مسعود. هذا رفيقي وبعيط له باسمه. مالك صاحي؟ صاحبك الالف وبس. اديني الف. قول صحتين. صدق اللي قال رزق المجنين على المهابل. شو عم بتطبق لك شي ضرب؟ ايام الكومبينات بطلناها يا استاذ بيير. شو زعلت ابو فوزي؟ اذا زعلت حيطان كتير. ابو فوزي انا شبعت، ما عاد بدي بدي روح. طيب وينك؟ تبقى بطريقك. قلو للاستاذ مسعود انا عاوزه. ايه اعطيني هاي البوزة. ما تحرقك ما اذنخك. نعم. شو الحساب عمين؟ ايو حساب اللي تبقطهم كمال. وانت شو خصك بالموضوع؟ لا بس بدي من شانك انا معلم فوزي، لانه زبط حساباتك مع الاستاذ مسعود لانه ما في شي مضمون. الله يسامحك يا بيع هالبلوي اللي بليتني فيها هشام النحس. الله مع الحلو. هلا معلم نجيب. شو كيف القعدة على النهر هون؟ حلوة يعني كل شي نسبة. ما فهمت. يعني إذا أنت مبسوط مطرح ما أنت مبسوط بتكون حلو، وإذا محل حلو وأنت زعلان بيكون مش حلو. هلا معقولة هالعنان الحلوين يلتقى حدا يزعلون؟ بدك مين يقدر يا معلم نجيب؟ منو هالبلمخ اللي مزعلك؟ ولك وحياتك انت، ها اذا مزعلك حدا بسفوا عصاي على نص مخه وشقوا شقفتين. ها ليكي يعني نجيب موجود؟ ايه انا بامري. ايه اي خدمه فيني ساعدك فيها من عظامي وبالطالع؟ ايه تسلم. انا بامري. تكرم عينك. تسلم 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 اي خدمه عن اذنك. تكرمي تسلم امرك. ولك اي خدمه؟ ولك هو ما كنا مستعنسين يا عمي. الحلو بدرك لك نجيب هديتك. ايه هديك هلا فرشي
فيك يا نجيب. لا تترك شجالي على المجلب الجليون. مجلب؟ إيه لا، بس أنا شفت بعيني وسمعت بدينتي. دخيلك دخيلك، طولي بالك علي شوي بس تفهمي. شو بدي طول بالي وشو بدك تفهمني؟ ما الأستاذ ليكي؟ أنت إلك زمان واقفة هون؟ من عند مش حرام هالعيون يزعلوا؟ لا 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 لا، رح نفر عملي. هذا هالمعصوف العمار مثل فرد النقل، هذا كمان وقت عاشته بخالي. في عارف نسيه وانت ليه تأخرت لهلا؟ مش عارف انه مضطر انزل لبيروت؟ لك شو بدي ساوي لك اذا كل الاوتيل على راسي؟ اكل حال مش مهم. بليز مسيو هشام حينزل عنا كم يوم، اعطيه اوضه واهتم فيه وانا رايحه. اوكي؟ اوكي. باي باي. هاتي القلم. باي. لك ليه باي؟ وين يا؟ شو؟ أخذت لك أعلى؟ شو هالمخلوقة يا زلمة؟ شي بجنن. على كل أهلا وسهلا فيك بالنادي. أي نادي؟ نادي معجبين داتاشيا دستوفسكي. وهيدي القهوة صارت جاهزة. يزدا هون. دخلك ست عليا، بدي أسألك، عم تاكلي لحمة بهالايام؟ يا عمي لكم وشو بضل بالا؟ يا عمي نشف قلبنا من اكل الخضرة، كل ساعة بيطلعوا لنا بخبرية شكل، ساعة جنون البقر وساعة ما بعرف شو. يا ما احنا جنون البقر قدام جنون البشر. ست عليا؟ نعم. ما ملاحظة انه هنهار من اول وفي شي غلط؟ شوفي، ملاحظة انه الجو كله هيك في شي بس ما بعرف شو، مش مزبوط. انا شفت مدلان هي وضهر عم تبكي بس ما عرفت شو بها. انا بعرف شو بها. خير ان شاء الله، شو بها؟ ومن مصادر موثوقه. شو صاير مثل فهيم الحشور عم بتلقط اخبار؟ ما بيكون اسمي بييرو اذا ما بلعبوا على الشكر بكر. هالمره عمين ناوي بيير افندي؟ ليش في غيره؟ عدو اللدود. عدوك اللدود؟ مش على علمي نحن بحرب. عداوه ولاد الكار الواحد. ليك بيير، ما بدنا مشاكل، مرة الماضي مرقت على خير والزلمة ما تشكى، بس هالمرة أنا ما دخلني، رح بقعد اتفرج وبس. عشان بدك تتفرج بيير؟ يا خبر، اليوم بفلوس، بكرة ببلاش. تفضل يا فوزي. يا خي خلي حساب كمل علينا هالمرة. لا كمال، اليوم ضيفي أنا. ما شاء الله، شو بياكل؟ أنت ما شفته عند أبو نبيل كيف كان نازل بالفولات؟ العقل جيني. المهم، هلأ ناوي ترجع على الأوضة ولا شو؟ يعني خايف ما ترجع تمرق لها شي صبية حلوة وتطيرنا لبرا. من هيك انت ونصيبك، لأنه جنس الحريم وحوى إجمالا يعني ما بتعرف شو بصير معه. قولتك، كلها مفاجآت وأغلبيتها مليحة. يعني انت الظاهر عم تحكي عن خبرة، طالما هيك خبرني نورني. ما في شي بيحدث أبو فوزي، ما في شي بيحدث. ولك عم نتسلى لبينما ما يجي وقت المدرسة. على كل حال يمكن اليوم ما حيكون في صف. أوف خير، في شي عيد؟ هو في عيد أنا اخترعته. وحلا يا أستاذ، ما بيكفي كل السنة رايح عياد وفراس؟ يوم واحد لا بيقدم ولا بيأخير. وشو سميته هالمحروس العيد؟ عيد انتحال الحب. أوف، يعني المرحوم زد حاله عن سكرة الروشة؟ يعني شي ومنه. يلا بخاطرك. الله معك. العمى شو هيدي؟ حرام يا الدنيا. ايوه اهلين استاذ هشام. نعم معلوم، بتقدر تاخد خط خارجي اخي، اطلب رقم 9 بيجيك الخط. تكرم عينك، 100 اهلين، مع السلامة. ياسين اهلا، اعمل لي فنجان قهوه مره. اوف، ما في بالعاده تشرب قهوه مره. يا سيدي عامل حداده اليوم. حداده على مين؟ كفر الشر النحس. بالظاهر لغوا الحفله يلي انت بدك تغني فيها. ايوه للاسف لغوها. يعني جابوا مطرب غيرك واحسن منك يغني بالحفله؟ لا يا سيدي ابدا، لا جابوا مطرب ولا حاجه. قبل ساعتين جاني تلفون صاحب المطعم اللي حنسوي عنده الحفلة، مات بسكتة قلبية. أوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسيطة، قلنا لها يا ماجد
أو أنا كده حظي مع كل شركة أتعاقد معاها. أخي ماجد، هي السفرة الوحيدة اللي ما بيقدر يأجلها الواحد، شنو مجرد أخذ التأشيرة بضب أغراضه والله معه. يعني ما لقي ضب الشنطة إلا على حظي أنا. بسيطة، الجايات أكتر من اللي رايحات. صدق يا ياسين، كنت معلق آمال كبيرة على حفلة الليلة. وليش بقى؟ تعرف سمعت الليلة إنه واحد من كبار الملحنين في البلد حيكون موجود في هذه الحفلة وكان حيسمعني الليلة. بسيطة، هلا مثل ما رجعت نتاشا بحكي لك معها تعمل حفلة هون بالأوتيل وأنت تغني فيها. ليه يا أخوي، فين نتاشا؟ ما بعرف. وفين العمدة؟ والتاني مو مبين وينه. الله يخليك يا ياسين، لا تنسى تكلم نتاشا واعمل لي فنجان قهوة. تكرم عيونك، هلا أول ما بتصل نتاشا بحكي لك معها من شان الحفلة. النار حلوة، ها؟ خف عليك النار. نتاشا، 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 إيه رأيك نقضي شهر العسل في روما ولا تنزانيا أحسن؟ يا ريت روما موت فيها أنا. الله قدرت بي على كده موفقة، يعني أقدر أقول مبروك عليكي أنا؟ يعني فيك تقول موافقة مبدئية. أنا مشتاق قوي للموافقة النهائية. ليه أودلك مستعجل؟ أنا مش مستعجل ولا حاجة، بس أنا خايف من الغراب اللي اسمه نعيم ده، أحسن يلهفك مني. حدا بيخاف من نعيم؟ إن حد يخاف منه، يعني أنا خايف منه. أنا بقولها لك كلمة كده بس، حد يخاف الراجل ده؟ ده ما يخوفش صرصار. بس أنا يعني فاكر إنك قلتي لي يعني بتهاجم عليك مرة. كلا هو قامله مرة بس خلص أنا وقفته عند حده. وعشان كده ربنا سقطه في الانتخابات. إيه وبيستاهل. صبح لي يا فل على الكل وترجى يا طيب. أحلى صباح لأحلى معلم ياسين بالدنيا. مين؟ فهيم؟ اهلا اهلا، عاش مين شرفك؟ بالبيل والله يا ياسين وبالبيل، بس بتعرف المحل وزربته. زربته؟ اسالني الي، صار لي سنين وانا مزروب هالزربه. بس انت شو يلي لحشك علينا؟ فرصه الغداء قلت اخطف اجرك يا صبي وروح شق على حبيب قلبك ياسين. جاي تشق على ياسين ولا جاي تشمشم شوف اخبار جديده؟ قرع طرف. يعني اثنين سوا. خبرني، ركب المشكل ولا بعد؟ المشكل؟ حيلا مشكل، شي خبريه، شي قصه انت هيك بتتسلى فيها. شوف فهيم، بكل الضيعه ما حدا فهمانك غير قدي. بعد يرد عليك اروع طرف شو جاي تساوي، بركي بقدر بساعدك. بصراحه بصراحه يا ياسين، بصدفة لمحت اجر غريبة اجت على الضيعة، فقلت يا فهيم اجت الرزقة. اجر جديدة يعني اخبار جديدة. لك انت ما رح تبطل هالحالتين؟ لسه بتتدخل بامور ما بتعنيك؟ لك شو بدك بالناس؟ وكل جنة بدون ناس ما بتنداس يا ياسين. هلا طمني، مرق لعندك ولا بعد؟ اخي اجانا زبون جديد اسمه الاستاذ هشام. شفت ما احلاك يا ياسين، وباي غرفة نازل؟ وشو بيهمك لتعرف بأنه غرفة نازل؟ لو كيف شو بيهمني؟ بدي زوره، بدي اتعرف عليه. ولك شو بدك بالرجال؟ هيك تتحركش فيه وتزعجه بدون سابق معرفة؟ شو صار؟ نتعرف ومنقل له كيفك وبدنا نشوفه. روح دق له ياسين، روح. شو بدي قل له؟ قل له بيسلم عليك الخواجة الكبير فهيم، وحلو يتعرف على هالوجه الحلو، وأهلا وسهلا فيك بهال... حظك قوي، مو نايم بغرفته. وكيف عرفت انه مو نايم بغرفته؟ شرف، هلا مرق من هون وقعد هنيك. برافو عليك يا ياسين. ادعي لي، ادعي لي بالتوفيق. شو هالرجال هاد؟ بحياتي ما شفت هيك انسان. حبيب قلبي طمني، شو صار معك؟ شفتها بالمدرسه. لا لا لا. أكيد ما هيك؟ أكيد لا يا زلمة، شو مجنون؟ لو كيف لا؟ شو ناطر؟ ولك يا حبيبي في مثل بيقول بالتأني السلامة وبالعجل الندامة. يه ما فهمت عليك، شو يعني؟ ولك يا زكي بدي كرمالك، بكرة إذا عرفت شو بكون موقفك أنت؟ خبرني.
برافو عليك، برافو عليك، هيدي أنا ما فكرت فيها. بس ما تقلي أكيد أنت راسم خطة للموضوع، أكيد. شي طبيعي يا زلمة، خطة مبكلة بدي تكتك فيها عامل. يا حبيب قلبي عليك يا أستاذ هشام. بقولك أنت حتروحي الصف الليل؟ لا أنا عندي شوي شغل بدي أخلصهم. أنت؟ لا أنا لازم أروح الصف ما فوتهوش، لأن طول النهار بفكر في الصف وإيه اللي هيحصل في الصف. هلا أنت همك الدرس ولا همتك مادلين؟ لا لا لا، إيه الوش التاني ده؟ إيه الوش اللي حطيتيه ده؟ أنت بتغيري ولا إيه؟ غير؟ لا بس عشو بضلك لازق فيها كل الوقت بالصف؟ يا ستة هي اللي لازق فيها مش أنا. وبعدين ما تنسيش أنا عوض عوضين برضو. أستاذ مسعود يا ريت من عيد اللي قلته. ست عليا الطلب قدامك على الطاولة. لا ما أنا قريته وتمعنت فيه مظبوط، بس بحب أعرف ليش يعني الطالب نقلك على فرع الرئيسة. خلاص ست عليا أنا أخذت قراري، ما في قوة بتخليني أرجع عنه. أي قرار؟ الأستاذ بده يتركنا. ليه؟ شو السبب؟ اللي بيعرف ما بيسأل عن السبب. ست عليا فيكي تتركيني شوي أنا ومسعود بدي أحكي معه كم كلمة؟ تسلمي لي ليش لا ولا؟ مرسي ست عليا. مش بيتي. أنا بدي أستعيد من هالمدرسة. تقدر تقلي شو في؟ ندمان على كل دقيقة قضيت عم بحلم. ولو وصلت الحالة لهون؟ بالإذن. يا ريت من اليوم رايح تقطع حضورك على الصف، بيكون أفضل. حتى يحفظ مش معقول بده جمعة تهجاي.